الوطن معنا خبر بيقول حضور كبير من نجوم الفن على عزاء اسماعيل كتكوت. تلقت الفنانة أمل رزق العزاء في وفاة زوجها السابق المنتج اسماعيل كتكوت، واللي توفى الأسبوع الماضي بعد إجراءه لعملية زرع كلى. والحقيقة حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، في مقدمتهم الفنان حسين فهمي ومحمود ياسين والفنان سمير صبري وفاروق الفيشاوي وغيرهم من فنانينا ونجومنا اللي حضروا العزاء. والحقيقة حضر كمان كل منتجي الدراما، منهم المنتج محمد فوزي ومحمد العدل وغيرهم من منتجينا، وحرصوا عدد كبير من النجوم والفنانين على حضور العزاء، منهم الفنانة كمان حنان مطاوع ومادلين طبر ولقاء سويدان وإناس عز الدين كاميرا بالألوان الطبيعية حضرت العزاء. والحقيقة التقينا بعدد كبير من النجوم والفنانين والمنتجين، تعالوا مع بعض نشوف هيقولوا ايه عن المنتج الراحل اسماعيل كتكوت. اشتغل في الصحافة كتير جدا، كان يحب الشعر العربي والقديم والحديث، اللغة العربية كانت بالنسبة له سلسة جدا، كان بيعتبر نفسه العربي المصري الأردني. من أول لقاء تلتقي به بالمرحوم اسماعيل كتكوت تحس أنك أنت تعرفه من سنين طويلة، حسن استقباله ليك، التعامل ما عملت مع أكثر من مسلسل، في جميع الأعمال اللي أنا عملتها معاه يعني استمتعت بالعمل معاه، من حسن الخلق حسن التعامل. أدنى النهاردة يعني منتج من أهم المنتجين في الساحة الفنية رحمة الله عليه الأستاذ إسماعيل كتكوت، اللي أنتج أعمال فنية لها قيمة ولها رسالة ولها قضية. أنا شخصيا اشتغلت معاه في أكتر من عمل، وعمل جيد جدا من اللي أنا بعتز بيهم في حياتي، وكان صديق عزيز، وهو وزوجته وأولاده، وكنت قريب منه جدا، كان إنسان وكان عطوف، وكان أما بيلاقي حتى ممثل ما بيشتغلش أو ظروفه المادية صعبة كان بيسعى أن هو يجيبه في أعماله، كان ليه مواقف إنسانية عظيمة جدا لا أنساها. الحقيقة يعني الواحد حزن عليه جدا، لكن طبعا ده قضاء الله ورحمة الله عليه. فأدنى منتج من أهم المنتجين وإنسان من أهم الناس الخيرين في الوسط الفني. يا رب إن شاء الله يجعل مسواك جنة ويصبر أهله، وهو كان راجل مش هيتعوض لا على المستوى الفني ولا على المستوى الشخصي، وربنا يصبر أهله يا رب. البقاء لله. البقاء لله، يعني فقدنا واحد من العيلة الفنية الكبيرة، واحد مهم. أعرف الأستاذ إسماعيل من سنين طويلة، منتج محترم وقدم أعمال مهمة، وكان محب لمصر وعاشق لمصر أكثر من ناس كتير من المصريين الحقيقة. يعني هو جا مصر هنا وعشقها وعاش فيها واتجوز واشتغل، وكان بيحب بلدنا حب هايل، فرحمة الله عليه، ويا رب كده جعله من أهل الجنة، وجعل كل الخير اللي كان بيعمله في الدنيا إن شاء الله يجزيه الله بيها في الجنة إن شاء الله. رحمة الله عليه، يعني أستاذ إسماعيل كتكوت أثر فينا كلنا، وحيبقى ذكراه خالدة عندنا وبأعماله الجامدة جدا، وهو فارس من فرسان الإنتاج المصري. يعني البقاء لأستاذ إسماعيل كتكوت، يعني كان فنان منتج الحقيقة، قدم أعمال كتيرة من أهمها وآخرها مسلسل ملكة في المنفى. الحقيقة كان له نشاطات كتير في مصر، رغم أنه مش مصري، إنما متجوز من زوجة مصرية وأبناء وعايش هنا طول عمره، وكان راجل الحقيقة يعني كان رقيق في التعامل مع الناس، الله يرحمه ويدخله فسيح جناته. يعني انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني يوسع مدخله وينير له قبره ويرحمه برحمته. يعني مش هقدر اقول لك قد ايه انا كنت بعتز بيه كاخ كبير. انا عمري ما اشتغلت مع الاستاذ اسماعيل، بس انا كنت بحبه جدا وبعزه جدا وبحترمه جدا، لانه كان شخص محترم ومتواضع قوي، طيب قوي، بيخدم الكل، ودايما كنا يعني بنلتقي في مناسبات كتير، وامل من اعز صحباتي.
يعني ما يعظمش ربنا سبحانه وتعالى. بس احنا فقدنا بجد منتج مهم جدا وفقدنا انسان جميل قوي. التعزية الخاصة لمشاهدينا والمحبين للدراما في فقدنا العزيز اسماعيل كتكوت، صديق وعزيز واحد مؤسسي اتحاد المنتجين العرب ورجل من رجال الفاضلين اللي يعني كان عمود من أعمدة الدراما العربية وخصوصا الدراما المصرية. فلسطين الأصل لكنه كان مصري الهوى، فعلا نقدر نحسبه على المنتجين المصريين أكتر من أنه منتج أردني. حبيناه كلنا وأعتقد الناس كلها عارفة، وقليلين جدا من الشارع المصري يعرف أنه منتج أردني، لكن هو كان وجدانه كله عندنا هنا في مصر. البقاء لله، وطبعا ربنا رحمه لأنه في المدة الأخيرة أستاذ إسماعيل كتكوت كان بيتعذب وبيتألم. عملية نقل الكلية نجحت والحمد لله، احنا عندنا دكاترة شاطرين في نقل الكلى، لكن عندنا دايما مشكلة هي مشكلة العناية ما بعد العناية ما بعد العمليات. دي مشكلة في كل مستشفياتنا. زرته عدة مرات وكنت شايفة الألم على عينين بناته وكل الناس اللي بتحبه. أقول البقاء لله طبعا، وإحنا كلنا أكيد متضايقين وموجوعين، بس هو ما يغلاش على اللي خلقه طبعا. هو أكيد في حتة أحسن بكتير، بس هو بجد بجد من الناس المهذبين كان جدا والمحترمين، واللي كان عطائهم باين جدا في شغلهم وفي حياتهم وكأب وككل حاجة. كان إنسان طيب بجد جدا جدا، الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة يا رب. أول حاجة طبعا عايزة أقولها ربنا يرحم أستاذ إسماعيل يا رب ويجعله في جناته إن شاء الله. وإحنا النهاردة طبعا إحنا فقدنا بني آدم عزيز علينا كلنا، هو من أهم المنتجين اللي جم عندنا في الوسط الفني ومن أهم صناع الدراما في الوطن العربي كله. ده على المستوى اللي هو الفني والعملي، أما هو على المستوى الشخصي ما فيش حد ما كانش بيحبه، ما كانش في حد، هو بني آدم يعني أكتر من رائع. أنا بالنسبة لي كان أستاذ إسماعيل كان أكتر من أبويا، لأنه أنا من أول ما ابتديت حطيت رجلي في الوسط هو اللي كان واقف جنبي، هو خد بإيدي شغلني معاه في معظم الأعمال بتاعته. اشتغلت معاه في أسمهان، في زهرة برية، في ملكة، في المنفى، في حاجات كتير، أخرها كانت ستائر الخوف، بس للأسف ما كملناش علشان تدهور حالته الصحية. عايزة أقوله إن إحنا كلنا منحبك وإنت هتوحشنا قوي، وإحنا خسرنا حاجة كبيرة قوي 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 قوي، بس الحمد لله يعني هو كان عيان وربنا رحمه برحمته، واكيد هو عند اللي احسن مننا كلنا. يعني احنا بنعزي روحنا في الفنان والصديق والاخ ورفيق مشوار كبير، رحم الله اسماعيل كتكوت، هذا المسلم الذي لن تنساه الساحة الفنية. النهاردة انا جاي بعزي نفسنا وبعزي الوسط الفني كله في عزا عمنا اسماعيل كتكوت. بقول له ربنا يرحمك، واحنا فقدناك اب لينا، وكنت حريصه قوي ان انا كنا نكون موجوده النهارده.